صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل، رح أحكي عن المطيبات، الزهورات والأعشاب الطبية والمشروبات المتنوعة المفيدة لزمرة الدم. بالنسبة للمطيبات، لا نافعة ولا ضارة، وأحيانا قد تكون ضارة لكل فئات الدم. تستطيع الفئة ب أن تتحمل معظم أنواع المطيبات فيما خلا الكاتشب، إنه يحتوي على لاكتينات البندورة الخطرة. لكن الوعي الصحي الغذائي يقتضي الحد من تناول الأطعمة التي لا تؤمن لكم منفعة حقيقية. المطيبات غير الضارة قلنا ما في شيء مفيد جدا. المطيبات غير الضارة: زبدة التفاح، المايونيز، مربى الفواكه المسموح فيها الخردل، الجلي من الفواكه المسموح بها، المخللات، الشبت، نوع من الشمر، صلصة السلطات القليلة الدسم والمصنوعة من مكونات مسموح بها، المخللات الحامضة، صلصة وورشاير، والمخللات الحلوة. تجنبوا الكاتشب. الزهورات والأعشاب الطبية: لا يكسب أصحاب الفئة ب منافع كثيرة من معظم الزهورات، لكن قلة هذه الزهورات تؤذيهم. وهم ينتفعون بعض الشيء من الزهورات ذات التأثير المعروف، ومنها الزنجبيل الذي يدفئ، والنعناع الفلفلي، روح النعناع، لتسكين اضطرابات الجهاز الهضمي وما إلى ذلك. ينصح أصحاب الفئة ب بأخذ الجينسينج لأن له تأثيرا إيجابيا على الجهاز العصبي. لكن حذاري، الجينسينج يمكن أن يكون منبها، فاشربوه في وقت مبكر من النهار. السوس، عرق السوس، مفيد فعلا لكم، فهو يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات تعمل على تخفيف استعدادكم للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. إذا أنتم يا أصحاب الفئة ب ممكن يكون عندكم أمراض مناعة ذاتية مثل التصلب اللوحي وما شابه ذلك، وأنا بعني هذا الكلام لأنه مرضى التصلب اللوحي لهم كاركتر خاص ولهم نفسية خاصة جدا. بالنسبة لعرق السوس، عادة لما بنحكي نحن عن شيء بيرفع المناعة، هذا كان أحد السبب الأساسي، هو أزمة كورونا اللي صارت وخلتنا بشكل أو بالتاني عاجزين، نقف عاجزين قدام فيروس صغير. اقترحت فكرة صغيرة إنه ناكل الأغذية المناسبة لنا اللي هي رح تنزل وزننا، رح ترفع مناعتنا وتزيد مناعتنا ضد الأمراض، وبالمقابل ما رح يكدس بجسمنا دهون ورح تقل احتمال إصابتنا بأمراض. أضف إلى ذلك أن عدد من أصحاب الفئة ب يعانون من انخفاض نسبة السكر في دمهم بعد تناول الطعام، هبوط حاد في السكر هايبوغلاسيميا. والسوس يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم. السوس إكسير فعال جدا للأشخاص الذين يعانون من أعراض التعب المزمن. الزهورات والأعشاب الطبية المفيدة جدا: الزنجبيل، عرق السوس، ورق توت العلق، الجينسينج، البقدونس، ثمر الورد البري، ورد السياج، السوس، النعناع الفلفلي، القصعين. الزهورات غير الضارة: الألفالفا، البرسيم، الفصة الباقية، البيلسان، ورق الفراولة، الأرقتيون، الشاي الأخضر، الساتر، النعناع البري، الزعرور البري، الناردين، الفلفل الدغلي، الفراسيون، رعي الحمام، البابونج، التوت، البتلة البيضاء، عشب الطير، عشب القديس يوحنا، لحاء السنديان الأبيض، طرخشقون، الهندية، الهندباء الجبلية، الأراديا، الأخيليا، الدردار، الحماض الأصفر، الأخيناسيا، والنعناع السنبلي. تجنبوا الجنجل، حشيشة الدينار، شوشة الذرة. هاي ناس اللي ممكن يستخدموا حشيش الذرة بدكم تعرفوا انه ما بتفيدكم. الالورا، الالوا، الوفيرا، الزيزفون، السنمكي، حشيشة السعال، البصر، كيس الراعي، الحلبة، النفل الاحمر، الخاتم الذهبي، الراوند. هلا بالنسبة للمشروبات المتنوعة، يستحسن أن يكتفي أصحاب الفئة ب بالزهورات والأعشاب، بالزهورات والشاي الأخضر والماء والعصير. صحيح أن المشروبات الأخرى كالقهوة والشاي الأسود لا تؤذيهم، لكن الهدف من هذه الحمية المناسبة لفئة الدم هي تحسين الأداء إلى أقصى حد، وليس أن تبقى نتائجها غير ملموسة. فإذا كنتم ممن يحبون شرب القهوة أو الشاي العاديين أي بالكافيين، حاولوا أن تستبدلوهما بالشاي الأخضر الذي لا يخلو من الكافيين، إنما يمدكم بمنافع مضادات الأكسدة التي يفيد بها. المشروبات المفيدة جدا: الشاي الأخضر، المشروبات غير الضارة، القهوة الخالية من الكافيين، الشاي الأسود الخالي من الكافيين، القهوة العادية، الشاي الأسود العادي. تجنبوا المياه المعدنية الفوارة، السليترز،
كولا، المشروبات الغازية الخاصة بالرجيم والمشروبات الغازية الأخرى. هلأ تقريبا هيك بكون أتميت كل الفيديوهات الخاصة بزمرة الدمبة. بننتقل للزمرة اللي بعدها، هي الأخيرة اللي ما بدها بقى نتحذر فيها، هي زمرة الدم AB. أعتقد أحد المتابعين مستني يعرف أكثر عنها. هاد كان الفيديو الخاص بزمر الدم كلها ما عدا AB. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.